السلام عليكم. اليوم عندنا أكثر من 800 انتقال لبرنامج البريمير برو. الانتقالات تشتغل على الإصدار سي سي، الناس اللي عندها سي اس 6 فأقل ما راح تشتغل عندكم، لذلك يفضل أن تتحملون أحدث إصدار من برنامج البريمير برو. أحدث إصدار حاليا هو 13.0.3 واللي هو الإصدار اللي أنا أشتغل عليه. راح تحملون الانتقالات من صندوق الوصف، فيه رابط على موقع سما اب. يفضل ان انتم تشتركون بموقع سما اب حتى تحصلون على اعلى سرعه بالتنزيل. راح اضيف عندي صورتين على التايم لاين بهالشكل، اسحبهم واخليهم بهالصوره. بعدها انا لازم الغي خيار مهم جدا اللي هو هذا الخيار insert and override sequence. هو عاده يكون عندكم مفعل، فلما يكون مفعل راح يكون عندكم باللون الازرق، فاني اضغط عليه مره واحده وبعدها راح يكون عندي هذه الصوره. شيء مهم جدا انه اني اعطله او اعمل له تعطيل اللي هو V1. هذا الـ V1 من جهة اليمين ومن جهة اليسار لازم الاثنيناتهم يكونون معطرين. اوكي، عندي هذه الصورتين موجودة عندي بالتايم لاين. بعدها راح ابدي اضيف ايش؟ اضيف الانتقالات. اوكي، راح اعمل دبل كليك وبعدها راح اروح على سطح المكتب وبعد على الانتقالات. انا عندي انتقالات لانواع متعددة من الاجهزة ومن المواقع. اول شيء عندي الفيرتيكال 1080x1720، هذا للانستغرام الفيديوهات القديمه، وعندي انستغرام 1080x1080، عندي اتش دي اللي هو 720، عندي جو برو فلات 6K 4K الترا اتش دي، والى ان نصل ايش الى فول اتش دي اللي هو 1920x1080. الصور اللي استخدمها حاليا بالمشروع هي 1920x1080، فانا اختار ايش؟ اختار هذا المشروع. وبعدين اختار اوبن. اول شيء ظهر لنا هذه الرسالة يقول لك انت تريد تدخل كامل المشروع ولا ايش تسوي بالضبط. انا اختار اول واحد وراح اختار create folder لانه انا اريد اسم المشروع راح يكون عندي داخل فولدر، وبعدين داخل هذا الفولدر راح يكون عندي مجموعة من المجلدات اللي فيها الانتقالات، فانا اختار اوكي وبعد راح انتظر شوية. عادة لما انت تضيف مشروع موجود على كمبيوتر ثاني وضيفه على برنامج البريمير برو يقول لك لازم انت تعيد ايش؟ تعيد اتصال الملفات او ربط الملفات بالمشروع، فمباشرة راح تظهر لك هذه الرسالة لأول مرة فيقول لك هذه الملفات اللي هي ايش؟ اللي هي 890 ملف ما موجودين عندنا، فدور لي عليهم واختار ليهم جديد. انا راح اروح على خيار لوكيت، وبعدها انا اتذكر انه انا خليت الملفات في سطح المكتب، فش اسوي؟ فاروح على سطح المكتب، فانا عندي راح اختار هوم بالشكل، بعدها راح اروح على ديسكتوب. اوكي، بعد ما اروح على ديسكتوب راح افعل خيار display only exact name matches وبعد اختار سيرش، فاختار سيرش تلقائيا راح يطلع لي الملف. لما يطلع عندي الملف راح يتفعل عندي خيار اوكي فاختار اوكي. هو تلقائيا راح يعيد ربط 890 ملف، أنا مجرد إيش؟ مجرد إنه أربط أول ملف فقط. بعد ما يربط عندي الملفات راح يطلع عندي بهالصورة المجلد داخل نافذة البروجكت. بعدها أبدأ إيش؟ أبدأ أشوف شنو أنواع الانتقالات الموجودة عندي وكيف ممكن أستفيد من عندها. أجي أفتح المجلد بهالشكل، بعدها راح أشوف عندي إنه فيها أقسام كثيرة جدا. مثلا عندي خيار اسمه اللايت ليكس، عندي سلايس كمثال، خلينا نفتح سلايس. راح ألاقي عندي 2 لاينز و 3 لاينز، راح اجي واختار 2 لاينز مثلا. اوكي، انا عندي هذه الانتقالات انا اريد اشوفهم قبل ما انزلهم عندي على التايم لاين، فعندي خيار اسمه ايكون فيو. لو ضغط عليه مره واحده اتظهر لي الانتقالات بهالصوره، فاجي هنا مثلا على اول واحد امشي به شويه شكل، اوكي هذا الانتقال راح يكون بهالصوره، نجي هنا راح يكون بالعكس، نجي هنا راح يكون بالعكس، هنا راح يكون بالعكس. فانا اريد واحد من عندهم كمثال، انا عجبني هذا الانتقال فاضغط عليه ايش؟ واسحبه. انا اول ما اضغط على الاختيار هذا ايش راح يصير عندي؟ راح يتفعل عندي V2 و V3. اتاكد انه انت مفعلهم، اذا انت ما مفعلهم ما راح تصير عندك الانتقالات. اوكي، انا سحبتهم على التايم لاين هالشكل، راح لاحظ انه عندي خط بالمنتصف، هذا الخط لازم يكون متساوي مع الصور اللي تحتها. اذا كان هالشكل او هالشكل ما راح يشتغل، راح يشتغل بس ما راح يكون بالشيء المضبوط اللي انت تريده. اوكي، صار عندي بهالشكل اسيب دي. بعدها اجي اشغل، فاجي امشي شويه هالشكل، طبعا اكو منهم بيهم صوت اكو منهم ما بيهم صوت، فهذا بي صوت اشغل هالشكل، اجي اشغل بالصوت من جديد. اوكي، انا ما اريد اسهل الانتقالات هذه، اريد احددهم واحذفهم.
احدد له الشكل وديليت. بعدها راح اروح على مجلد ثاني كمثال. انا اريد ادخل على مجلد اسمه فوتوغرافس اعتقد، كان عاجبني انه استخدمه. اوكي فوتوغراف، افتح فوتوغراف وبعدها اشوف الصور اللي عندي هنا. اوكي هذه اول لقطة. ثاني لقطة كمثال استخدم اي لقطة ثانية انه انا اريدها. خلي يكون هذه اللقطة، اسحبها التايم لاين بهالشكل ويكون في المنتصف ايضا نفس الحالة. اجي اشغلها من جديد. اوكي انا ما اريد هسه اشوف كل الانتقالات، اريد اجرب ايش؟ اريد اجرب قالب ثاني او اجرب انتقالات ثانيه. فاني راح ارجع شويه بهالشكل وبعدها راح اضيف ايش؟ راح اضيف عندي الصورتين من جديد. لما اضيف الصورتين اريد احولهم الى 1920 في 1080 او 1080 في 1080. فهنا ايش راح اسوي؟ راح اروح على قائمه سيكونس. لما اروح على قائمه سيكونس بهالشكل اختار سيكونس سيتنجز وبعدها راح احول مثلا 1080 في 1080 تمام؟ راح اختار اوكي. طبعا اختار اوكي من جديد، راح يقول لي انه الابعاد راح تتغير فراح يكون عندي هالشكل، اقول له مو مشكله. اروح اضيف ايش؟ الانتقالات اللي هي 1080 في 1080 اللي هي الانستغرام، راح اختار امبورت. بعدها يقول لي اضيف كامل المجلد، اقول له اوكي. راح تطلع لي نفس الرساله انه ملفات ماكو، فايش اسوي اني؟ اعيد هذا الملف، اختار لوكيت وبعدها اقول له اوكي. انا راح اروح لمسه من جد اصلا، فاختار اوكي مباشره. راح انتظر شويه راح يصير عندي بالبرنامج. بعد ما ضفت المجلد راح اختار دبل كليك عليه وبعدها اختار مثلا عندي خيار الاكسباند وبعدها اختار هذا الخيار. اوكي انا عجبتني واحده من الانتقالات هذه واريد اطبقها، فاسحب ايش مثلا اكسباند رايت، اسحبه هالشكل وعلى التايم لاين يكون متساوي مع جميع الخطوط وبعدها اجي اشغل من جديد. ان شاء الله تعجبكم الانتقالات، لا تنسوا عمل لايك للفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا للمشاهدة.